أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد من يفتي بجواز زواج المسلمة من أهل الكتاب، فما رأيكم في ذلك؟ هذا باطل مخالف للإجماع، إجماع المسلمين عموما على أن المسلمة لا تتزوج الكافر، هذا بالإجماع. ولا تنكح المشركين، هذا ما يقرأ الآية، ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. ما قرأ هذه الآية؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وأما قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هل خصصه قوله والمحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ عموم الخصص، لكن ولا تنكح المشركين هذا لم يخصص، لكن على عمومه. لكن ابتلينا بناس يفتون بغير علم، ما تفقهوا في دين الله ولا قرأوا كتاب الله قراءة فهم وإدراك، ابتلينا بهؤلاء. نعم.